ليلة القدر ما بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. توز في قاعة ليلة القدر جه. ما سبب التسمية؟ اشتفى وصغ ليلة القدر شحم. طبعا تكلت موزع بسرم علماء مياه ورم أقوال بشر يا نح غصونه أو يا نح مهمه نافو أربعة إن شاء الله ششو خطوات يا بر قزك يا أورر من القدر أي الشرف، يعني فلان ذو قدر زب ورم ذو شرف كأه يعني دحيا، يعني قري غحر ليلة القدر زب ورم تشحو غش آغر كآغر دحيا غر جارز فاوسو قاورا أي ليلة ذو شأن وقدر. يات ونرى أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام من الآجال والأرزاق والفقر والغنى والخصب والجد والصحة والمرض إلى آخره. هدى دميقة وعبا قرآن مقك فيها يفرق كل أمر حكيم. الله سبحانه وتعالى حكيم إيش أكبرر إتقان خد حكمة خد فاديز برقي غشرب، يعني زفا الصغر زري أرمجة يقدر فيها زريت كرنفش، يعني قاري غاشط وأغبا قاك ورغم رخ كوبر رزق ميغب كوخون سوان غم يغب كوخون رحتوش أتا شنوش أتا بارب أجحتا إلى آخره جا كوبر تغر قاري غاشط الله سبحانه وتعالى اخزرت وعم فضو شبقنا قتلو الله سبحانه وتعالى مزيت لأورم إن شاء الله تخيغو كتجدب حامي أمان إن شاء الله. يا شنرر لأن للعبادة فيها قدر عظيم. أبتشحم عبادة بلجنر بغصون عبادة يعني خير قتئبا خير من ألف شهر قفديز غصوا قفديز غصوا عبادة بلجرم بسافي أم تسبيئة يعني قفديز تشح غصوا. بغمبار عليه الصلاة والسلام لوقتي أرى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يلجرز في لجرة حنفصه شبقا غكته ويأدقي يعني إيمان مطلق يشك يقيم حو إنه الله سبحانه وتعالى زفاير قزر فيش أكثر قزر ريت يفتر إيمانا واحتسابا يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل جزغم يأوى ثواز غفر له ما تقدم من ذنبه. هيك بلاك غكر نبتش حفظ سبقا مغت كثلو حم عبادة فت الأجرم بلاك غرقت في غوض سبقا مغت كثلو عبادة فت الأجرم قاك وريت لسنس رختر الله سبحانه وتعالى قد في غترز داكو قد في صد معناه ثواز تي فأوزدت يعني فأوزدت زي أبا قد غخاغبا عشتوما قفديزو غصوان يعني ليلة القدر. يا بسنرر تضيق بالملائكة من كثرة الملائكة، يعني قرآن آية فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا تضيق رسو يعني الزج قيس ملائكة قيكرر بنم أجا وزدوتون شبي أشب دناير تكمر شبي أشب زرب وتفد من كثرة نزول الملائكة في هذه الليلة المباركة. يعني في قبشس يعني ملائكة شدق ذكر خير زرش أنفس نور زرش أنفس يطوانا الله سبحانه وتعالى يعني غصبنه كتر يباهي بكم ملائكته. الله سبحانه وتعالى مشحى يعني بين قوسين زريف أفزي يشحى يأتي عبادة زي لجكر ما يحتر فيبكي أول سي عبادة شبقن غيا كتلو قام غانو يا أفقا غانو إلى آخره تشميان الشسخ ذكر ياسو قرآن يجيك نماز ياسو يباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا. علامات أخر ليلة قدر توقع وقش يابر علامات مقارنة وعلامات لاحقة، يعني بشحام وكتزق جا زقور خرق داك وخبا مكبيل زرب وتنفدو أز بشحد دام علامات كي أخ زبلك رم كتبتنو ليلة قدر غا وليلة قدر غا هيك نوش بتجم فدم يعني وزبت عرب
علامات مقارنة يعني يوصق داك وكرر قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة تشحر يعني نشوية أوبا تقوى كهرباء خشي معقول في تمتنك صحراء فدم ويتوز شبترم وشقوم أب تشحن فدم غصو النف نشر قنف تشحر علاماته تشحمي أما ياشش يات ونرر الطمأنينة أي طمأنينة القلب ويكش النقاق وراحة تقاق وانشراح الصدر من المؤمن وراحة تقاق يعني وببرنفد شحام وفي تب يعني سبحان الله شنر نحداك وراخو نحش نواخو نحش أنغوي أواخو تحمقوا بخير حق يخر الطمأنينة وانشراح الصدر فإنه أي المؤمن يجد راحة وطمأنينة وانشراح الصدر في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليالي شدفة ديزو خبخمي شدفة ديزو شنمي شدفة ديزو شنداخوي أمي أبتشحم ليلة قدر بتشحم وزبت أرب تجمع مؤمنة بالذات يعني فاي فاي بنحي بخشخ نحش أنغخ تراخو نحرحة ماخو يقز أوكي إلى آخره أري علاماته أما ياش يا شنرر أن تكون الرياح فيها ساكنة يعني وزبت أرب سرم تشرحت جبغة غصو نشر يعني عواصف ونو قواصف إلى آخره فكتا عواصف كتي أبي كتل ترب جزيرة العرب فدم شاخوة عاصفة رملية أبع ليلة قد رزق جيش النو تشري سبحان الله شنداك خاحة يعني بتحامي زي وحجرب الجو يكون مناسبا يا بصنرة أنه قد يري الله الإنسان المسلم أو المؤمن الليلة في المنام كما حصل مع بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صفقت قريغاش وقريغة ثغو ليلة قدر بتشحر يعني تشحق قريغة ثغو يعني هيك زي تشجرم نبتشحى ليلة قدر أو تواصف دم نوشي ليلة قدر إلى آخره يا خامسة إن الإنسان المؤمن يجد في القيام لذة أكثر مما غيرها من الليالي تحم عبادته بالأجرار نمت لطعمي نمازري نحت خاو قرآن وزيقري نحت خاو دواح قبحري نحت خاو ش أكبر نحت خاو نحكبت خكر خطوة باق ورقش ورق زواك ش أنغر نحتيبك خاو ما خو أرتي إن شاء الله نسأل الله أن يجعلنا منهم شحاء وشكر ما ياشو حم قابلو شد ما ياشو إن شاء الله الله سبحانه وتعالى تيتلو علامات لاحقة خير بعد ركعتين إن شاء الله خير تغفر